حد الرسائل انزل للجمهور يا استاذ كده مش هينفع. انزل للجمهور سلم على الناس. السلام عليكم. اللي عايز صور معاه واحد 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 واحد. تعال انت الاول صور معاه. يا استاذ سعيد. لا والله انا كويس بس يعني جايين تعبانين في السكه من السواقه بتاعت الراجل ده. اسمع اغنيه بس منك والنبي عشان خاطر الجمهور. عشان خاطر الجمهور. معلش معلش معلش. يلا يلا يا استاذ. واحد اتنين تلاتة. مراسيل مراسيل ثواني هو عايزان والحلو عيونه مش حاسة. مراسيل مراسيل نقول لسه والحلو عيونه مش حاسة والنار من شوي ما تتوصى. خش واحد 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 خش بوسه واحد 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 واحد. بص يا بابا ألف سلامة حبيبي. خش يا حبيبي يلا مين هيبوس تاني؟ تعال انت الصغير خد استاذ خليك معانا يلا خلاص بص طيب. انت بتستهبل صح؟ انت شارب حاجه يالا؟ انت بهاني ولسه مغسيل مغسيل ولسه والحلوه عيونه مش حاسه. مغسيل مغسيل على فكره بعرف اكتب استاذ وبالف. ممكن حضرتك اكتب لك اغنيه كده في السريع. انا مصدق ان ممكن تعمل اي حاجه غير السواقه. اولا بكتب وبالف. تسمع ممكن تسمع اخر تاليف يا استاذ؟ طب ممكن تبص للسكة عشان اهو ماشي للسكة بس ممكن تسمع اخي التعليفي معلش انا اسف يعني. اتفضل. ممكن؟ ماشي. حرام عليك سيبني في حالي. حرام عليك انت ببالي. جننتني. اسمعني يا استاذ بقى، اسمعني التعليف بتاعي يا استاذ. هو ده اللي انت بتقوله ده؟ مألف اغنية يا استاذ حضرتك يعني بكتب اغاني وبألف وبلحن كمان يا استاذ والله. كل اللي فات ده كوم واللي جاي ده كوم تاني. هنشوف دلوقتي مكروباصاتنا هتعمل ايه في ايهاب توفيق وازاي الصح. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ امشي امشي وسيبهم امشي سيبهم امشي. في ايه؟ سيبهم امشي بقول سيبهم امشي. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. امشي بقولك انا مش شايف حاجة يا استاذ. ما تمشي وخلاص يا ابني. مش عارف في ايه. عايز ايه يا عم؟ خايف عليك يا استاذ بهرب منهم اهو. هربت انت صح؟ عايز ايه يابا؟ ايه في العربية؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ تعالى كده بس تعالى كده ايه ده اللي انت يا استاذ؟ تعالى يا استاذ شوف النبي يا استاذ الحقني يا استاذ النبي يا استاذ الحقني يا استاذ والنبي الحقني معلش سيبه الحقني يا استاذ النبي يا استاذ الحقني يا استاذ انا عملت لو النبي خلاص يا كده خلاص 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 مفيش حاجه خلاص خلاص بقول لك سيب خلاص يا باشمهندس خلاص النبي يا استاذ سابوا لا اوعى اوعى خلاص يا عم خلاص خلاص بس يا جماعه بس كان هياكلون كان هياكلون يا استاذ. طلع دراعك بره عشان مش شايف حاجه. مؤاخذه يا استاذ انا اسف. طلع ايدك بره يا استاذ بص عيني عامله ازاي يا استاذ. يا ريت قفلت يا استاذ. انا عايز اعرف احنا مش لسه لافين هنا من شويه. انت هتقعد تلف بينا طول النهار. معلش يا استاذ خليني عقاري. معلش معلش يا استاذ. طلع دراعك بره يا استاذ عشان مش شايف خالص. عيني وجعاني. يا عم انزل اسوق انا. انزل هنا حسوقا اوقف العربيه تعال يا استاذ
حاسس بصاص العربيه. عشان تعرف السواق اللي كنت بتسوق. حاسب يا استاذ اه بيخمس بيخمس كده كويس. يا نهار ايه استاذ؟ لا لا يا استاذ يا استاذ حلو يا استاذ. حاسب بعد إيهاب توفيق ما مرمطنا وراه بالعربية، الحمد لله لحقنا إن احنا نيجي وهو داخل مخنوق ومتعور في دراعاته، وحاجة صعبة جدا. ما كانش يومك ولا كان يومنا ونشوف هنعمل فيه إيه. إزاي الصحة؟ هو ده زوق ده اللي انت بتعمله ده؟ الو مساء الخير. الحمد لله على سلامه حضرتك. الله يسلمك. احنا مبسوطين جدا ان حضرتك منورنا في الاوتيل والله. الله يخليك. كان بس الاستاف بتاع الاوتيل عايزين ييجوا يسلموا على حضرتك. اتفضل. بس في حاجه معلش، التكييف كمان مش شغال في الاوضه. يا نهار ابيض، حالا يا فندم رئيس الصيانه بنفسه يكون عندك. قسم الصيانه كله حالا يكون عندك. احنا اسفين يا حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم يا باشا. السلام عليكم. مساء الخير يا فندم. مع حضرتك رئيس صيانه الساحه الشمالي. اهلا وسهلا. في مشاكل عند حضرتك في التكييف، تسمح لنا نظبط لك المكان؟ اتفضل. ربنا يخليك. يلا يا جماعه اتفضلوا يا جماعه خشوا. شنطه مين دي يا جماعه؟ خد يا عم الشنطه دي يلا. الاخبار بعد اذنك. ايوه بس يلا يلا يا استاذ، اطلع بره يا استاذ. انا الصيانه يا استاذ. اطلع بره. تنفعل دي واحد. ايه اللي حصل؟ تعالى يا ريس.